السلام عليكم. اليوم نروح للملعب تيزي وزو، وبالمناسبة تاع الوزير، تاع زيارة الوزير إلى هذا الملعب، تم يعني أخذ أجمل صور وأحدث صور لهذا الملعب الرائع، اللي تبين بحقيقة أن الملعب هذا والله يعني واحد من أجمل الملاعب في العالم، مش غير يعني من ناحية الحجم، خلينا من الحجم على بالنا ما هوش كبير بزاف، لكن من ناحية التصميم يعني والله العظيم غير شيء رهيب. المهم إن شاء الله ما نعينوش أرواحنا، وإن شاء الله السلطات تنتقل إلى ملاعب أخرى، خاصة ملعب الصيف والولاية الملاعب الأخرى اللي راهي مبرمجة. وأنا نترككم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.